تعجانة إيتيماط التركية الأكثر طلبا في السوق المغربي. السلام عليكم متابعينا الأعزاء، الزبناء ديالنا الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا هذه العجانة دي ديال إيتيماط ديال 7 طرو، غادي نشوفوا أهم المميزات اللي فيها والخصائص اللي فيها، يعني والثمن ديالها والعروض اللي رحنا دايرين فيها إلى آخره. واللي خصصوا شي حاجة منها بطبيعة الحال يتواصل معنا في الواتساب، التوصيل راه متوفر لجميع المدن المغربية. إذا نبقاو مع العجانة ديالنا. هاد العجينه دي ايتيماط كما كتشوفوا كتجينا على هذا الشكل هذا، هي من بعد ما فتحنا يعني حيدنا ليها لومبالاج كتجينا على هذا الشكل هذا، كتجينا في هذا اللون احمر، يعني واحد اللون اللي هو يعني انيق احمراء، وفيها يعني هاد يعني الشعار ديال ايتيماط كيجينا يعني في المقدمه ديال هاد العجينه هذا، ودايزا بها واحد الباندا ديال لينوكس اللي كتعطيها واحد الجماليه وواحد يعني الشكل اللي هو مزيان. فيها واحد البول اللي فيه 7 طرو، فيه اليدين ديالو، يعني اليدين اللي نقدروا يعني تسهل لنا عمليه الاستخدام. فيها 6 ديال السرعات، يعني 6 ديال الفيتاس ممكن نتحكموا فيهم كما بغينا من 1 حتى 6. فيها واحد ليكرون ديجيتال اللي الدور ديالها اننا نقدروا نتحكموا في التوقيت ديال الاستخدام، احنا غنشوفوها من بعد في التتمه ديال الفيديو. ليكرون ديجيتال هي هذيك الاخوان كما كتشوفوا، والشكل ديالها كيجينا بحال هكا. تيكونوا فيها الوان اخرين، حاليا احنا شفنا اللون الاحمر كنموذج، راه تيكون فيها الوانات اخرين بحال الاسود، الكري، البيستاج، الغوص، المهم فيها مجموعه مختلفه من الالوان، حنا اكتفينا بالاحمر دابا كنموذج. بالنسبه للاكسسوار اللي كيجيو فيها كيجينا هذا اللي كيكون تيدير الدور ديال الدراب ديال البيض، كيجينا هذا الاكسسوار هذا اللي كيدير يعني هو اللي تيعجن، يعني تيدير الدور ديال العجينه الرئيسيه اللي كيعجن الخبز وهذاك العجينه اللي كتكون ثقيله. بالنسبه لهذا كيعجن العجينه اللي كتكون خفيفه، شي حاجه اللي خفيفه مثلا كريم او لاي حاجه كانت خفيفه شويه، فهذاك هو اللي كيعجنها. كاين هذا الاخوان، هاد الغلاقه هذه الدور ديالها انها كتركب، حنا غنركبها دابا كتركب، فالدور ديالها انها كتمنع علينا العجينه من التطاير، يعني العجينه ما كتبقاش طير فاش تكون خدامه مثلا بواحد السرعه، ما يبقاش يخرج لنا داك العجينه، ما تخرجش لنا برا. بالنسبه لعمليه تركيب هاد الرؤوس هادو فهي سهله، بحال الشكل ديال الحلق ديال البوله، كيكون واحد المسمار تما كتدفع وكتدور، يعني الطريقه راه سهله جدا. ها هي كما كتشوفوا كتدفع وتدور وراه غادي يتفكس هذاك الراس. نفس الطريقه كتستخدم بخصوص الريوس الاخرين، يعني سواء ديال العجينه او لا سواء ديال لا كريم وهذا، وسواء ديال البيض راه كيتركبوا بنفس الطريقه. بالنسبه لديك العلاقه اللي دويت عليها هي هذه، فيها واحد الفتحه، هذيك الفتحه الدور ديالها الا كنا نسينا شي حاجه مثلا وكنبغيو نضيفوها مثلا ماء او الملحه او اي حاجه كنا نسيناها وبغينا نضيفوها من بعد، فراه كنضيفوها فقط غير بواسطه هذيك الفتحه اللي كاينه تما. هذا هو الدور ديال هذيك الحلاقه. هذا الشيء اللي كاين الاخوان بخصوص لي زاكسيسوار ديال هذه العجله هذه. البول ديالها هو هذا كما كتشوفوا، اينوكس، جاي اينوكس وكبير، يعني راه عطى الله الخير، فيه 7 طرو وفيه اليدين ديالو. دوك اليدين كيسهل علينا عمليه، يعني واخا يكون البول ثقيل ولا شي حاجه كتهزو بواحد السهوله، باش تيجي تتعاون باش انك تفيكسي هذاك البول بلاصتو بسهوله وتعاود تحيدو، يعني كيسهلوا شويه الماموريه. هذا هو الدور ديال هذوك اليدين اللي فيه. بالنسبه لعمليه الاستخدام فهي سهله جدا، حنا غنشوفوا طريقه الاستخدام الاخوان. الطريقه فهي سهله جدا، يعني كنهبطوا العجانه كنسدوها كما قلنا وكندوروا هذيك البوطون، يعني كنختاروا لا فيتاس اللي بغينا 1 2 3 وكتخدم. بالنسبه لهاد ليكرون ديجيتال الدور ديالها في انها مثلا كنريكلوها، مثلا دابا مريكلا على 30 ثانيه كما كتشوفوا، فاش كتريكل مثلا تقدر تريكلوها على 30 ثانيه او لا دقيقه او لا 2 دقائق، يعني التوقيت اللي بغينا او لا اقل، يعني 15 دقيقه كنريكلوها وكنخليوها كتخدم. فهي ان فوا كتسالي فراه كتحبس اوتوماتيكمون، مثلا دابا انا ندير واحد المثال ب 30 ثانيه، هيا الاخوان انا غنريكلها دابا على 30 ثانيه وغادي نعطيها تخدم، غتبقى تخدم تخدم حتى توصل 30 ثانيه وتحبس. هذا هو الدور ديال هذيك ليكرون ديجيتال. ها هي دابا الاخوان خدامه كما كتشوفوا، ها هي العجنه كدور، يعني راه كتعجن، وهذاك العداد راه كينقص، يعني راه من 30 وهابطه، هي دابا وصلت 18 17 16 وغتبقى هابطه، يفوت توصل لواحد فراه غتحبس، يعني ممكن انا نخليوها كتخدم ونمشيو فاش غات، يعني حنا كدير التوقيت اللي غيبان لك انت راه مناسب كديرها تخدم وغتحبس. ها هي وصلت واحد، ها هي وصلت واحد، هي حبست كما لاحظتوا، يعني اون فوا كيسالي التوقيت اللي عطيناها فراه كتحبس، يعني ممكن نديرو دقيقه كما قلت لكم، ممكن نديرو 4، ممكن نديرو 15 ثانيه، ممكن نديرو 30، يعني التوقيت اللي بغيناه راه كنديروه.
تيكونوا فيها الاخوان هاد لي فونتوز هادو في التحت، هما كما كتشوفوا كاين ربعه ديال لي فونتوز صغيورين، هادوك تيفيكسيو العجانه يعني فاش كتحطها كتبقى فيكسيا ما تحركش يعني فاش راه كيكون الاهتزاز راه كدير الصوت الاخوان فاش كتكون خدامه راه كدير الصوت يعني كاين شويه الصوت كاين تبرزيط، ولكن هادوك لي فونتوز كيعاونوا ينقصوا شويه من داك الصوت ويعاونوا الحركه ما تكونش يعني داك باش ما تبقاش تزعزع بزاف العجانه، داك هو الدور ديالها. هادشي اللي كاين الاخوان بخصوص هاد العجانه هادي، وهادو هما اهم المميزات اللي فيهم اللي دي ذكرت. بالنسبه للثمن ديالها فراحنا دايرين ليها 1100 درهم فقط، الثمن اللي هو مناسب جدا. توصيل الاخوان راه متوفر لجميع المدن المغربيه، يعني اللي خصو شي حاجه يتواصل معنا. شكرا للناس اللي كيثقوا فينا يعني وتيقيدوا لي كوموند من عندنا وكتوصلهم سلعتهم خلاص بطبيعه الحال، وتحياتي لكم الاخوان. وهادشي اللي كاين، شكرا للمتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في واحد الفيديو جديد او برودوي جديد ان شاء الله. تحياتي لكم الاخوان، ورمضان مبارك سعيد.